اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، نجم الكبير كابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن عادل؟ اهلا كابتن، شرف ومنور. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. النادي الاهلي بخير، وكل سنه وانتم طيبين يا رب دايما، وتبقى سنه سعيده علينا جميعا ان شاء الله. كلها افراح وكلها بطولات وكلها مبادئ وكلها قيم ان شاء يا الله. يا رب ان شاء الله. بتبدا او بيبدا هذا العام بمباراه صعبه، مباراه امام نادي بيراميدز، راي حضرتك؟ بالنسبه للنادي الاهلي حسب ما تربينا وتعودنا، ما فيش صعب وسهل في النادي الاهلي. انت بتحترم المنافس جدا طبعا، مهما كان هو نادي محترم زيه زي اسوان، زي كل الفرق، زي حرس الحدود، كل الانديه بالنسبه لك هي ثلاث نقاط بتحترمهم. نعم. ودايما النادي الاهلي بيحترم المنافس سواء داخل الملعب او خارج الملعب. عمليه كلنا تربينا عليها، انه في النادي الاهلي المباراه من بدايتها لنهايتها انت بتحضر قبلها بثلاث اربع ايام، بتعرف المنافس بيلعب ازاي، انت بتبدأ خطتك على نقاط القوه والضعف الموجوده في الفريق المنافس، وبالتالي هي بتبقى صعبه على الفريق اللي بيقابلك. الفريق اللي بيقابلك بيبقى عايز، عارف ان مفاتيح اللعبه عندك ما شاء الله مفاتيح كثيره جدا، وبالتالي بيحاول ان هو يسد هذه الثغرات، وبيبذل اقصى جهد عنده علشان يقابل النادي الاهلي. نعم. اذا النادي الاهلي برجاله وابطاله واخدين المنافس وحاطينه في الاهتمام بالمنافس الثلاث نقاط بالنسبه للمباراه، اداء ونتيجه، لان جمهور النادي الاهلي دايما عايز النتيجه وعايز الاداء. نعم. ودي حاجه بتبقى معادله محترمه جدا بالنسبه لنا، لانه النادي الاهلي على مدى تاريخه بيسعد جماهيره بالاداء وبالنتيجه. حقيقي. وقبل ده وده بمبادئه. المبادئ مهمه جدا، علشان المبادئ بعد كده بتجيب البطولات، لكن لما بتمشي على مبدأك ولا تحيد عنه ولا تعمل أي حاجة فيها أي إخلال بالأخلاق وبالمبادئ، فأنت دايما بتبقى في المقدمة. طيب، أهم نقاط القوة والضعف اللي موجودة في نادي بيراميدز؟ والله شوف، هما طبعا عندهم الشناوي في حراسة المرمى ماشي كويس، لكن عندهم مشاكل في خط الظهر. نعم. السرد باكين القلبيه الدفاع اذا كان جبر او سامي، بالنسبه للكرات العاليه او كرات على الاطراف، انت لو تفتكر حضرتك السنه اللي فاتت كسبناهم مره ثلاثه ومره اثنين، كانت كلها كرات عرضيه. الاختراقات من العمق برضو بتبقى في منتهى الخطوره. هم عندهم في وسط الملعب وفي المقدمه عندهم عناصر وبدلاء كتير. بيبقى عندهم عبد الله السعيد ورمضان صبحي. عبد الله السعيد بيلعب على الطرف الشمال ورمضان على الطرف اليمين، بيسقط وبعدين بيستلم وبعدين يحاول يعمل اختراق من العمق. لما بيجي يعمل اختراق من العمق لو لقاها مقفوله بيروح لعبها على الطرف. على الطرف يبتدي يعمل الاوفر او بيرجع تاني لرمضان علشان يلاقي ثغره، لان لما بيجي يهاجم بيبقى فيه اثنين ثلاثة بيروحوا واقفين على 18 علشان يعملوا عملية الاختراق من العمق. نعم. خط الهجوم عندهم ووسط الملعب أفضل شوية من خط الدفاع. عندهم الظاهرين باستمرار بينطلقوا للأمام. نعم. فدي بتبقى نقطة ضعف، لأن ما بيبقاش في تغطية وراهم، يعني حمدي والباك رايت أعتقد مغربي أو مش متذكر اسمه يعني، لكن على طول بيتقدموا. الناس اللي على الاطراف اللي في وسط الملعب ما بيبقاش فيه عمليه تغطيه، لذلك في ماتش الداخليه متغلب، وفي ماتش الداخليه كان بيستغله رضا شحاته، كان بيستغل الانطلاقات ديت واحرز منها هدفين حقيقي في مرمى بيراميدز. طبعا نقط القوه عندنا ولله الحمد جيده جدا، وان شاء الله كولر يبقى عنده قرايه جيده ويبقى الدكه، لانه برضو الدكه عندهم دكه قويه، فلابد برضو الدكه عندنا تبقى عامل سيناريو للمباراه ما بين ربع ساعه نص ساعه الشوط الثاني، وعمليه التبديلات في التوقيتات المناسبه علشان المباراه ما بتنتهيش في اول ربع ساعه. حقيقي. اول ربع ساعه انا بعمل ايه، نص ساعه بعمل ايه، والجيم بيبقى فيه صراع. عمليه التبديل من بيراميدز انا بقابلها بإيه؟ بتبديلات أخرى
علشان ابقى مسيطر على ال 90 دقيقه سيطره كامله، والجيم بيبقى زي الملاكمه كابتن اسلام، انا بضرب في الاسفل علشان اقدر ان انا اخد الضربه اللي هي بتديني الثلاث نقاط. فدي بيبقى صراع ما بين الاثنين مدربين علشان كل واحد فيهم، التبديله بتفرق جدا في التوقيت المناسب. طيب طيب كابتن عادل، كيف ترى المواجهه وتاثيرها على الفريقين؟ بمعنى بيراميدز معاه مدير فني جيد زي ما شفنا، وايضا النادي الاهلي معاه مدير فني على طراز فريد، وبالتالي كيف ترى هذه المواجهه ما بينهم وتاثيرها على جدول الدوري؟ انا مش هشغل نفسي بجدول الدوري دلوقتي، لان الدوري احنا لسه مهم جدا في الاسبوع العاشر. انا كل مباراه، وده اللي احنا بنعلمه دايما للاعبتنا، ان انا كل مباراه بالنسبه لي بشبهها بدرجات، الدرجات دي انا في الدرجه العاشره، بخلص الدرجه العاشره بفكر في الدرجه ال11. صح. الدوري خلص بخش على كاس عالم الانديه، بخش كاس عالم، بخش كاس مصر، بخش سوبر، يبقى كل درجه في بطوله انا عندي 5 بطولات. مظبوط. كل بطوله انا باخد الوقت المناسب لكل بطوله. الماتش ده بالنسبه لي 3 نقاط مهمين جدا، لان انا الثلاث ماتشات اللي فاتوا حصل نوع من عدم التوفيق في احراز الاهداف، وبالتالي انا بشوف انه النادي الاهلي في ادائه التكتيكي بكره ان شاء الله لابد نعرف، زي ما احنا الاخ طارق العشري وهو بيلعب النادي الاهلي، اي حد يعني بيدرب هيبقى عارف انه النادي الاهلي عنده مفتاح لعبه مهم جدا، علي معلول من ناحيه الشمال. ايه اللي بيحصل؟ انه هو بيزيد، وعمليه الارتداد الدفاعي من وراه ممكن انا استغلها. نعم. ده اللي عمله طارق العشري، جاب ولد صغير سريع، وكل كوره بتروح في وسط الملعب بيروح قاطع من قدام علي معلول تروح ملعوبه له. اتعملت الشوط الاولاني يمكن 2 3 منهم كان فيها انفراد، ويمكن الجول جه من ناحيه الشمال بتاعتنا، نتيجه انه برضو الجانب الدفاعي المفروض ان احنا برضو نبقى بنركز عليه. سرعه نعم. الارتداد بتبقى مهمه جدا. في نفس الوقت قدام علي معلول لابد يبقى فيه الراجل اللي على الطرف يبقى بيقوم بالدور الدفاعي على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت الجانب الهجومي. بفضل دايما في الماتشات اللي زي دي اللي بيبقى فيها سيطره الملعب، السيطره على وسط الملعب بتبقى مهمه جدا. ايوه. بتبقى في غايه الاهميه. مفيش مانع ابدا ان انا اغير من طريقه لعبي، يبقى 4-3-3، بحيث ان انا يبقى عندي السوليه وحمدي وديانج، يبقى في اذا علي معلول بيزيد يبقى في تامين تغطيه عليه، ولو الاثنين اللي على الطرف حتى لو في قصور شويه في عمليه عدم الارتداد يبقى في ديانج بيامن من ناحيه الشمال، عمرو السوليه بيامن ناحيه اليمين، وهكذا، ويبقى عندي 3 فراوده، ال3 فراوده بيضغطوا علشان نادي بيراميدز ما يبتديش الهجمه من تحت، والعمليه دي عايزه عمليه توازن، وعايزه عمليه رؤيه زميلي بيضغط هنا ما بين الاثنين، ما بين الباك وبين السيرد باك، انا بضغط في ما بضغطش على واحد، بضغط على 2 بحيث انه ما يطلعش مني. ومجرد الكره كابتن ما بتطلع لابد ان انا برضو ما بيخليش الكره تعدي جسمي، الكره ما تعدينيش، يعني بفضل ارجع بحيث ان انا الكره ما تتعدينيش وابقى انا بره الجانب الدفاعي بتاعي. يبقى انا وانا بضغط في نفس الوقت بعمل عمليه الارتداد علشان ان انا الكره ما تعدينيش، وبيبقى في كثافه في وسط الملعب بحيث ان انا لما اخد اعمل المرتده، وخاصه ان احنا عندنا في خط الهجوم عندنا لعيبه بتتميز بالسرعه، وعمليه الاختراق ما بين السرد باكين هتبقى رائعه جدا. فالنقطه دي تامين ورا علي معلول، والتامين ورا اذا كان هيلعب هاني او هيلعب كريم باك رايت، مش عارفين مين اللي هيلعب، فيبقى التامين بالثلاثه في وسط الملعب، وبعدين الثلاثه ما شاء الله بيجيدوا التسديد، بيجيدوا صناعه اللعب. نعم. ديانج بيزيد، احنا شفنا ماتشات الزمالك. صحيح. ديانج كان فين طول المباراه؟ عمرو السوليه كان فين؟ نعم. هو 18 اللي عملها من ورا رجليه للشريف. حمدي فتحي في ماتش السوبر اللي فات في الامارات اللي كسبنا 2-0، حمدي فتحي انا بشبه ان هو داس على كل نجيله في الملعب. صحيح. ما خلاش حته في الملعب ما دس فيها. أوكي. من السكس يارد للسكس يارد، الاطراف، العمق، وهو بيهاجم. ما شاء الله عنصر فعال جدا، ارجو ان حمدي ان شاء الله
ورقه رابحه باذن الله تعالى في طيب. الفتره الجايه. قبل ما اكمل مع كابتن عادل ولا وليه انا برضو يا كابتن عادل عايز اعرف راي حضرتك في طاقم التحكيم، ولكن معانا طبعا نجمنا الكبير الكابتن ناصر عباس. يا كابتن ناصر ازاي حضرتك؟ تحياتي ليك يا كابتن اسلام، وكل سنه وحياتك طيب وكل جميل النادي الاهلي بخير. ربنا يخليك. بحييك وبحيي ضيفك الكريم الكابتن عادل سعيد. طيب كابتن ناصر، غدا ان شاء الله مباراه الاهلي وبيراميدز، والحكم حكم البولندي حكم نهائي كاس العالم، عايز اعرف رايك في وجود هذا الحكم في هذه المباراه. تمام يا كابتن اسلام، خلينا نتكلم الاول. اولا هو حكم دولي من 2011 تقريبا، هو بقاله 12 سنه حكم دولي. مواليد 81، 41 سنه، عنده من الخبرات يعني اللي هي تؤهله ان هو يدير هذه اللقاءات، خاصه هو ادار نهائي كاس العالم. خلي بالك في كاس العالم هو تم تعيينه في مباراه دور المجموعات، مباراه فرنسا والدنمارك، وادارها بشكل جيد، وادار في مباراه في دور ال 16 ما بين الارجنتين واستراليا، وهو كلنا كان مقتنع بيه كحكم اسند ليه المباراه النهائيه اللي هي كانت ما بين الارجنتين وفرنسا. نعم. حكم كاس السوبر الاوروبي ريال مدريد واتلتيكو كان في 18 19، وحكم نهائي اوروبا تحت 21 سنه في 2015. هو ادار هنا برضه كابتن اسلام في 21/7/22 مباراه الاهلي والزمالك، واشهر 8 بطاقات صفراء. نعم. 8 بطاقات صفراء. اشهر منهم بطاقتين في الدقيقه 2 كانت لامام عاشور، يعني في الدقيقه الثانيه المباراه، خلي بالك كان بدري جدا. اشهر بطاقه لامام عاشور في الدقيقه 2 نتيجه اللعب بتهور. بعديها بخمس دقائق بالظبط اشهر بطاقه الثانيه لاحمد فتوح، ايضا كانت للتهور. يعني هو في البطاقات طبقا للقانون بالنسبه للمعايير، البطاقات معاييره بتبقى معايير واحده. هو له شخصيه تحكيميه متفرده، ايضا هو فنيا وبدنيا يعني هو بدنيا واضح، بدنيا كويس، عنده قراءه لطرق واساليب لعب الفريقين. ولكن خلي بالك يا كابتن، كل الكلام ده جميل جدا جدا جدا. انا بس سؤال يا كابتن معلش، قبل بس ما نكمل، انا عايز السؤال برضو وكابتن عادل يا ريت حضرتك تشاركنا في هذا الامر. انا سؤالي لحضرتك يا كابتن ناصر، هل ان هو يحكم نهائي كاس العالم بعديها باقل من شهر تقريبا جاي يحكم مباراه اهلي وزمالك، هل ده يؤثر ولا لا يؤثر؟ انا معرفش، عايز اعرف رايك. يعني هل ممكن يكون جاي متعالي مثلا شويه؟ هل جاي له معرفش بيفكر ازاي؟ انا بسال. شوف يا كابتن اسلام، انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا جدا جدا. خلي بالك انت بتتكلم في خلي بالك انت عندك تقنيه انا اسف يا كابتن ناصر، انت عندك تقنيه الفار مختلفة، يعني مش هيلاقي اللي احنا كنا طالبنا بيها، هيلاقي زوايا كاميرات مختلفة، هيلاقي حاجات كتيرة جدا قد تحدث في الفار تحديدا يعني. كابتن اسلام احنا بنقول ايه؟ بنقول ان احنا انت بتتكلم حضرتك في نقطة مهمة جدا. اولا خلي بالك لما يكون حكم في كأس العالم بتبقى الدنيا كلها بتشوفه، بيتبع من كل اعضاء اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي لجنة الحكام. فهنا الاهتمام بيبقى كبير قوي قوي قوي، لان هو بيبقى عاوز يدي مردود كويس ليه في هذه المباراه. السؤال الجميل انت بتتكلم فيه، خلي بالك هو ادار في مباراه في السعوديه وما كانش جيد جدا، خلي بالك يا كابتن اسلام انا بتكلم معاك بامانه. ايضا الحكم زي اللاعب يا كابتن اسلام، ممكن يكون فنيا كويس وبدنيا كويس، ولكن التوفيق هنا ما بيبقاش موجود. هنا بقى بتفرق، احنا بنقول ايه؟ هو بكره عنده مباراه. انا مش بحسب حساباتي على تاريخ حكم نهائي كاس عالم وحكم وكان لا، ما بحسبش حساباتي كده. كل مباراه احنا بنقيم الحكم فيها بادائه، خلي بالك. وهنا بنقول للحكم دايما انسى انك انت اديت مباراه كبيره في كاس العالم، خلي بالك هذه المباراه مباراه مهمه جدا. نعم. لابد ايضا تجتهد فيها لان احنا محتاجين هنا. انا كده فهمت وجهه نظرك يا كابتن ناصر. كابتن عادل، حضرتك تتفق مع كابتن ناصر في هذه النقطه او وجهه نظرك في هذا الامر؟ لانه انا بشوف انا لو يعني بلعب كاس عالم وبعدين ارجع من كاس عالم العب مباراه اي مباراه حتى في العالم كله هتبقى اقل من مباراه نهائي كاس العالم. هو برضه في النهائي الحقيقه كان ليه اخطاء، يعني احنا كلنا شفناها في بنالتي. نعم. اللي حسب على الارجنتين يعني ممكن فيها شك، يعني صحيح. كان في نوع من الشد والجذب بين الاثنين، بيمسك الايد، حاجات كده بسيطه ما بتتحسبش، ولكن هو حسبها.
برضو في لا بعيدا عن النواحي الفنيه، انا مش قصدي اتكلم في النواحي الفنيه، انا الحته اللي انت لمست عليها دي مهمه جدا جدا جدا، وانا ما بقول دي اللي انا يهمني للكابتن ناصر الحته دي انت لمست فيها مهمه جدا. ده بيرجع بقى لثقافته هو، هل هو راجل يعني ما تفرقش معاه انه يلعب كاس عالم او يلعب ماتش في الشرق الاوسط مع فرقتين من مصر، ده بترجع لثقافته. وبعدين العالم دوله صغيره، الماتش ده اعتقد العالم كله بيتفرج عليه من خلال النايل سات او من خلال الاقمار الصناعيه، على الاقل كل المهتمين بالرياضه او كل المهتمين بالرياضه وما اكثرهم في العالم كله الاهلي المصريين، المصريين والعرب بيبقوا متابعين المباراه دي. وبالتالي هو ثقافته، هل انا كراجل اوروبي يعني انا مفروض ان انا بلعب كاس عالم؟ كان ليا اخطاء اكيد، واكيد بعد المباراه لان كان في حساب، وبقول للكابتن ناصر الحساب ده كان حساب عصير، في احد الحكام حسب ضرب الجزاء اللاعب بيقع والكره جت في ايده، ايه اللي حصل؟ استبعد من البطوله، استبعد من البطوله، استبعد تماما من البطوله. ده عقاب، هل حد عرف غير لما البطوله خلصت؟ برضه هو ليه اخطاء اكيد. برضه رئيس لجنه الحكام في الفيفا قالوا له برضه ان كان هناك اخطاء ولكن عدت. طب يعني حضرتك تقصد يعني انا برضه حسب ثقافته وكده، حسب ثقافته اوكي، يعني مش هنعرف، مش هنشوف حاجه غير بكره، لما هنتفرج، لما هنتفرج عليه من البدايه. هل هو قراراته زي ما بقول كده الاخ ناصر، هل هو من البدايه لقى في عنف على طول بيطلع الانذار ولا بيستنى شويه؟ في كاس العالم، العالم كله بيتفرج عليك، 5.5 مليار بيتفرجوا عليك، صحيح. فانت ماتش زي ده لازم يعرف برضو ان في ناس كتير جدا بيتفرجوا عليه النهارده، العالم العربي كله 240 مليون عربي، هنقول نصهم بيتفرج، 100 مليون بيتفرجوا عليك. فبالتالي الثقافه بتاعته الى جانب المعلومات اللي هو واخدها عن الناديين، يعرف ان النادي الاهلي بينافس ريال مدريد وبرشلونه، نادي بيراميدز نادي حديث، نادي حديث، فيبقى الحتت دي كلها بتبقى هل هي في ذاكرته ولا لا. نعم. انا بعتقد اللي انت لمست فيها مهمه جدا. طيب. والكابتن ناصر يعني بيتكلم فيها برضو الرؤيتين الحقيقه. طيب كابتن ناصر برضو سؤال لحضرتك، لو حضرتك عايز تقول نصيحة للعيبة النادي الأهلي في مباراة بكرة لسابق معرفتك أو خبرتك الحقيقة بوجود هذا الحكم يعني. طيب كابتن اسلام، بس عشان تعرف يعني هو مش يعني حكم يعني ما بيغلط، ما بيخطأش، خلي بالك إن الصحف الفرنسية هجمته هجوم شديد، صحيفة لوكيب الفرنسية هقول لك هجمته في إيه يا كابتن اسلام. أولا هي في الفيديو الثاني اللي هو بتاع اللعيبة اللي نزلت تحتفل وبتاع بالظبط كده، بالظبط كده، هم قالوا له طبقا للقانون مدى 3 في فقرة 9 لازم تغير تعيد الشخص المباراة زائد، وهو طلع رد عليهم وقال لهم الفيديو ده هو الثاني. كل ده، ولكن أنا لو حضرتك عايز تدي نصيحة للعيبة النادي الأهلي في المباراة أنا أولا أنا هدي نصيحة ليا يا كابتن إسلام، يعني يا ريت زي ما بتحكم في كأس العالم من فضلك مستواك لا يقل أبدا، لأن هذه المباراة مهمة للفريقين. أوكي. يبقى انت بتبذل كل جهدك فيها فنيا وبدنيا وذهنيا. نعم. لا تقلل من انك انت بتدير مباراه في الدوري المحلي، لان دي سمعتك في الاول وفي الاخر. صحيح. خلي بالك دي مهمه جدا، دي رساله للحكم انك انت لا تامن المباراه، لا تستعطي المباراه، المباراه مباراه قويه، مباراه فيها على سلم الترتيب، هتفرق كتير جدا مع اي نادي. دي نمره واحد. نمره اثنين، خلي بالك واحنا بنتكلم لعيبه النادي الاهلي عندهم ثقافه تحكيميه، احنا بنتكلم في اللعب رجولي غير اللعب بتهور. نعم. يعني العب برجوله والعب بروح والعب بكل حاجه جميله، بس بعيد يا كابتن اسلام عن الدخول بتهور، لان هو في الانذارات اعتقد الانذارات هو يمكن سريع في البطاقات الصفراء. ايوه. فنخلي بالنا جدا جدا من البطاقات الصفراء في بدايه المباراه، يعني هو بيبقى عاوز يثبت نفسه، وبالتالي انا كلاعب خلي بالك العب برجوله وبروح ولكن بعيد عن الدخول بتهور وان انا اخسر انذار او انذارين. نعم. طيب هل في حاجه ثانيه حضرتك حابب تقولها فيما يخص هذا الحكم؟ زي ما قلت كابتن اسلام، تقييمي للحكم مش هقيم الحكم على مباراه سابقه ولا ان هو حاكم كاس العالم. استنى يعني غدل. تقصد لبكره ان شاء الله. تقييمي غدا، انا بقيم الحكم غدا على مستواه. أوكي. لان مفيش حد بيلعب على تاريخه يا كابتن اسلام. تمام. ابدا. تمام. بيلعب على كل حاجه في وقتها. شكرا جزيلا. طبعا اتمنى التوفيق لطاقم التحكيم غدا. نعم. واتمنى التوفيق باذن الله للكره المصريه بشكل عام. شكرا جزيلا يا كابتن ناصر على وجودك معانا، يعني انا حبيت بس ان انا اوري حضراتكم طاقم التحكيم مهم جدا جدا، تبقى حضراتكم عارفين لا ننظر الى التاريخ ولكن خلينا ننتظر في مباراه بكره، ولكن هو التاريخ مبشر
بمعنى ان احنا من المفترض على اللي احنا شفناه ان احنا نشوف حكم بيدير نهائي كاس العالم، وبالتالي اذا هو حكم اهل ثقه. خلينا ننتظر ونشوف بكره ايه اللي هيحصل في هذه المباراه صعبه جدا الحقيقه ما بين الفريقين. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كابتن عادل، مصطفى فتحي يعني واحد من الاضافات الجيده لبيراميدز خلال الفتره الاخيره، واحد الاوراق الهامه في بيراميدز برضو. طبعا هو مشكلين جبهات، الجبهة اليمين بيعتمد على مصطفى فتحي انه ما بيدافعش، فبيحط الباك رايت اللي قدامه او اللي وراه بيأدي الواجب الدفاعي فقط، وساعات بيزيد. هو طبعا مراوغ فعايز الرقابة اللي عليه، عشان كده بقول يا ريت نلعب بكره 4-3-3، يبقى فيه علي معلول مع ديانج، مع اذا كان عبد القادر هيلعب يبقى الجبهة دي انت بتقفلها، ولابد عبد القادر لو هيلعب يبقى فيه نوع. انا عبد القادر يعني راجل لعيب صغير ومفروض ان هو لا يبخل، فالحته الجانب الدفاعي لانه صغير ويقدر انه يلعب في ال 75 متر ديت، انه يرجع ويبقى بيساند ويبقى هو اللي بيتولى الرقابه على مصطفى فتحي، بحيث ان هو ما بيخلوش يبقى في عمليه المراوغه. لو حصل المراوغه يبقى في علي معلول بيامنه، ديانج بيامن الحته ديت، لما رمضان صبحي بيروح في الحته ديت. فطبعا هو ما فيش شك ان هو اضافه، الى جانب لما بيخش للداخل بيبقى فيه عمليه التمرير لرمضان علشان ياخدها ما بين السيرد باك عبد المنعم وبين علي معلول، فطبعا الحته دي اكيد كولر واخد باله من الحته دي بحيث انها تبقى مقفوله. الجانب الهجومي هيبقى لصالحنا باذن الله تعالى، لان علي معلول لما هيزيد هيبقى عمليه الزياده، ما فيش جانب دفاعي من بيراميدز على الجبهه ديت، ودي هتبقى جبهه قويه جدا، الا اذا الراجل غير من التشكيل بتاعه وغير من التفكير بتاعه، وانا ما اعتقدش ان هو هيغير بشكل كامل، فدي هتبقى جبهه مهمه جدا بالنسبه لنا. الى جانب الجبهه اليمين برضه هتبقى مؤثره جدا بالنسبه لنا، الى جانب طبعا راس الحربه اذا كان هيبدا بشريف او هيبدا بشادي او بحسام ايا كان اللي هيبدا. اعتقد الثلاثة مهاجمين مميزين جدا، حسام مهاجم هداف ما خدش فرصته الكاملة، لكن انا بشوف ان هو برضه من الناس اللي هي بتأدي الواجب الدفاعي والهجومي كويس جدا. نعم. وبيلعب جوه ال 18 كويس جدا، والكرات العرضية بتبقى مؤثرة جدا، حتى لو مش هنبدأ بيه يبقى على الأقل ما بين البدلاء، لأنه الماتش اللي فات واللي قبليه نزل 7 دقايق، والماتش اللي بعديه 8 دقايق، المرتين اللي نزل فيهم واحده كانت في العارضه والثانيه كانت في العارضه في الفترات الصغيره اللي نزل فيها، لان هو بيجيد ضربات الراس وبيجيد الجانب فتح الثغرات وجوه ال 18 بيبقى في منتهى الخطوره، سواء هو او شادي. وشريف برضه من ضمن مميزاته انه دايما بيتحرك ما بين السرد باكين، والكرات اللي بتتلعب له من عمرو او من قفشه او من اي حد بيقدر ان هو بيبقى في وسطه في وسط المدافعين، قادر ان هو يشوف زاويه المرمى اللي هو ممكن يحط فيها المرمى يحط فيها الجول، وبالتالي برضو الثلاثه هيبقوا مؤثرين جدا بكره ان شاء الله اذا حد ابتدى، والاثنين التانيين يبقوا بدلاء مع كولر في المباراه. الاصابات في النادي الاهلي يعني 4 اصابات حتى الان، بيرسيتاو اكرم ويعني بقيه الاصابات اللي موجوده وطاهر. هل تفتكر انه هيبقى ليها تاثير سلبي على النادي الاهلي؟ لا، انت عندك البدلاء في المراكز دي اعتقد انها كتير، الى جانب طبعا الجهد اللي بيتبذل من اداره الكوره كابتن محمود ولجنه التخطيط والمسؤولين والجهاز، عمليه التدعيم اللي كنا دايما بننادي بيها زمان. انا 3 سنين بننادي لازم يبقى في تدعيم، لان انا بلعب مع خصوم في بلعب مع خصوم في منتهى القوه. صحيح. يعني كل الماتشات اتفرج على مثلا سيم من الانديه بيلعب الماتش اللي فات، يعني ما فيش اي ضغط ولا اي تقسيمه. حد بيجي مع النادي الاهلي كذا كذا، قلت له لا ما انا عارف اصلا. والله تقسيمه، والله قسم الله يعني 3-1 تقسيمه فعلا يعني. تعالى بقى اتفرج. فالنادي الاهلي دايما انت بتلعب البطولات وجمهورك كبير قوي، بتسعده قوي، بتسعد الشعب المصري كله، وبالتالي انت لازم يبقى المركز اللي انت موجود عندك 2 في مستوى واحد تقريبا، وبيتنافسوا على انا 8.5 انت 8 انت 9 انا 9.5.
الحته دي تبقى موجوده من حراسه المرمى لحد الجناح الشمال. الحته دي مهمه جدا، وبالتالي انا بشوف انه الاصابات ما هياش مؤثره. اوكي. لانه انا بلعب عادي جدا من طاهر، من غير طاهر ومن غير بيرسي تاو، لانه اصاباته كانت كتيره، فاحنا بنلعب باستمرار في مركزه كمان، في اكتر من لاعب ممكن ان هو يؤدي فيها، وبالتالي انا ما بعتمدش على واحد هيأثر في الفرقه، لا الفرقه كلها ان شاء الله كلهم بيبقوا على المستوى المسؤوليه وعلى المستوى اللي الجمهور بيتمناه، والروح القتاليه دايما اللي بتميز لعيبه النادي الاهلي على مدى تاريخه، وانت صحيح تعرف الكلام ده. الروح القتاليه انا ممكن يكون مستويات بين الانديه قريبه، لكن الروح القتاليه اللي احنا دايما بنربي اولادنا عليها، انك انت النادي الاهلي ده الشعله اللي جواك ديت ما بتنطفيش حتى وانت بره الملعب، وانت في بيتك بتفكر في الماتش اللي جاي، بتنام كويس وبتاكل كويس وعامل حساب الماتش اللي بعديه، خلصت الماتش، خلصت البطوله دي، بتخش على البطوله الثانيه، الفرن اللي جواك ده بيبقى شغال، علشان دايما باستمرار في ايديك وفي رجليك وفي عقلك انت بتسعد ملايين. فتخيل انت لما بتسعد واحد فقير بتديله حاجه وبيضحك، فما بالك لما انت بتسعد 80 90 مليون. صحيح. بادائك وبنتيجتك في المباريات دي، طبعا حاجات بتبقى في غايه الاهميه. يعني كابتن عادل، راي حضرتك بقى في الدوري الممتاز بشكل عام حتى الان، يعني احنا كل مثلا اسبوعين لما تبقى حضرتك معانا بنسالك عن رايك في الاسبوعين اللي قبله. المستوى الفني الحقيقه اكتر من المتوسط، فوق المتوسط. اوكي. ماتشات قويه، في شغل من المدربين، طبعا كل الأندية مدعمة نقطة الضعف الرهيبة جدا الفار وعملية التحكيم. كل المباريات، كل المباريات السنة اللي فاتت 17 نادي اشتكوا من التحكيم ما عدا نادي واحد. اوكي. السنة دي الشكوى مرة من جميع الأندية نتيجة انه الفار، الاخوه او الولاد او زملائنا او ابنائنا اللي قاعدين على الفار لابد يبقى في تدريب اكتر. الحكام كابتن اسلام دول مصريين مسلمين ومسيحيين، دول مصريين زينا زيهم. صحيح. يعمل حسابه انك انت وانت بتحكم لفريق مصري، وهناك حساب من ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك لانك انت قاضي رياضي. اللعيب ده اللي بيكسب بمقابله بياخد ماده، الماده دي بياخدها علشان يجوز اخته، يجوز، يدخل ولاده المدارس، يصرف على نفسه. فانت بتمنعه عن هذا الكلام نتيجه انك انت يا اما يعني ما انتش مركز، مش عايز اقول اي حاجه تانية، لكن لابد تعرف ان النادي الاهلي او اي نادي انت بتحكم له ده نادي مصري، وانت كمان سمعتك بعد ما تبطل هتبقى سمعتك يا اما هتبقى في السماء، يا اما هتبقى الناس بتلفظك نتيجة ان انت التاريخ بتاعك ما كانش فيه الحاجة. اولا الناس، اولا وقبل الناس في ربنا سبحانه وتعالى هتحاسب على انك انت حد مزعلك، اللي مزعلك ده ملوش دعوة، انت هتتحاسب لوحدك. فرجاء يعني حكامنا وكلهم مميزين وكلهم على اعلى مستوى، نفسنا نشوف كل حكامنا 3-4 كده في كاس العالم 26، وده مش هيحصل الا لما نتقر ربنا، نتقي ربنا ونتقن عملنا، وما فيش حد حاجه اسمها اهلي وزمالك. احكم زي ما انت بتقول دايما في كل الحلقات بتاعتك، الحاجه الغلط احسبها حتى لو على الاهلي. هو الاهلي، ما الاهلي كل ماتش بلنتيين وطرد وحتى الاخ كلاتنبرج جاي نفس الكلام برضه، يعني بيقول الكرة علي معلول بيقول انها مش بنالتي، العالم كله قال بنالتي الا هو، يعني الناس حتى جمال الشريف كل الناس قالت الراجل مفخد بلغه الكوره، يعني مفخد واخده وكوره بعيد ما بيلعبش على الكوره. صح. فراجع برضه بيدافع عن حاجه غلط، فبرضه رجعنا في نفس الدايره اللي احنا كنا شايفينها قبل كده. الحاجه الثانيه الجماهير، طبعا اداره النادي لما كلفت لجنه او اضافت بعض اعضاء مجلس اداره في لجنه اداره الجماهير، وبالتالي في موافقه ان الجماهير بتاعتنا تبقى بالعدد الكافي، يخشوا بالادوات بتاعتهم. انت بتدخل لجماهير وجماهير تانية لا، ايه مصلحتك في كده؟ انا مش عارف.
يعني جمهور النادي الاهلي ده انت يعني انا مش مفروض ان انا اعادي جمهور النادي الاهلي، انا جمهور النادي الاهلي كبير قوي، فلابد ان انا مش هديله حاجه اكتر من حقه، ولكن هيبقى في مساواه بين الناس كلها. عمليه الجمهور يا ريت نرجع يبقى فيه 40,000 و50,000 في المدرج، دي حاجه برضو مهمه. الحاجه السلبيه اللي انا بتمناها وانها احنا قطر جنبنا، شفنا الفار والمعدات اللي موجوده، احنا مش اقل من اي دوله في الدول العربيه. عايزين الكاميرات تبقى بعدد كبير. الجول اللي احنا جبناه الماتش اللي فات الكاميرا جايه بميل، هل احنا ما نقدرش نجيب؟ عشان ما فيش، انا قلت الكلام ده، ما فيش حكم، ما فيش كاميرا مان او كاميرا ورا اللاين مان. في كاميرات بتتعلق في الاسقف زي ما كان في قطر موجود. لا ورا اللاين مان كابتن، ورا اللاين مان ورا الاثنين لاين مان، هو بيجري يروح معايا رايحه معايا رايحه جايه معايا. والله كابتن قبل ما اجي في ماتش تشيلسي اظن بيلعب احد الفرق، الكاميرا جايبه الكره اللي خبطت في العارضه في ثانيه، كره الراجل شاطها خبطت في العارضه وراحت نازله على الخط، ما خدش ثواني، والحكم راح للفار ولا حاجه، على طول الفار 1 2 3 في اقل من الثانيه كان جاي من الكوره ما دخلتش المرمى. ده نتيجه ان في معدات. هل احنا احنا ما احنا بنصرف كتير، ما نقدرش نجيب الكاميرات ديت ويبقى فيه المخرجين على مستوى عالي ويبقى فيه الناس اللي قاعدين على الفار متدربين كويس؟ كلاتنبرج اعتقد لابد توصل له رساله من كل الانديه، احنا مش راضيين عن هذا المستوى، لان في انديه بتنضر وفي انديه بتصرف مصاريف كتيره جدا. نعم. ممكن انك انت نتيجه الاخطاء ديت يا اما بتنزل يا اما بتبعد عن المنافسه. صحيح. العدل فين؟ وانا جايبك علشان تطور لي وعلشان يبقى في حكم بالعدل. وبعدين اختيار المدربين، احنا شفنا الحكم بيجي لبعض الفرق مره واثنين في خلال 10 اسابيع، طب ليه؟ طب ما في حكام كتير. وبعدين برضه من ضمن الحاجات الجيده اللي انا شايفها ان في حكام صغيرين طالعين اجسامهم كويسه، كويسين. شخصيه كويسه، حكام كويسين. ليه ما ياخدوش اهلي وزمالك؟ ما يديهم. صحيح. بدل الوجوه القديمه، طبعا مع احترام ليهم وتاريخهم والى اخره. لا بس لكن دايما مباريات الاهلي وغالبا الزمالك برضو بتبقى كلها مباريات لازم يبقى فيها حكام دوليين يا كابتن برضو اكتر يعني. انا اقصد مش اهلي وزمالك، اهلي واي فرق اخرى يبقى برضو يبقى حكم دولي، بس برضو في حكام انا بشوف شخصيتهم قويه جدا. أوكي. وبيجروا ورا كل كوره وصفارتهم دايما فيها نوع من العدل. اعتقد انه الحته دي لو اتظبطت مع الكاميرات هيبقى الدوري بتاعنا قوي جدا، قوي جدا يعني. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي بكره في هذه. توقعك ايه للمباراه بكره يا كابتن؟ اللي انا بتوقعه ان النادي الاهلي هيكسب ان شاء الله باذن الله تعالى، وهيعمل جيم كبير جدا وهيبقى فيه تركيز من اللعيبه وعارفين انه وقبل ما اتكلم في الحته دي طبعا انا ربنا رب نيات طبعا. انت بتروح كاس عالم للمره الثامنه، ببارك لجمهور النادي الاهلي والمجلس الاداره وللجهاز الفني وللعيبه. انت كنت بعيد خالص انك انت تروح كاس عالم للمره الثامنه. انت طبعا. انت يعني الحته دي مهمه جدا جدا جدا، ببارك لكل الناس ان انت رايح كاس عالم ثاني للمره الثامنه وانت ليك انجازات قوية جدا على مستوى النتائج في القارات وفي الأندية وفي على المستوى برشلونة وريال مدريد اللي انت بتنافسهم. وبالتالي ببارك للجمهور العظيم بتاعنا اللي بتمناه يبقى فيه 3000 في المدرج وبره يبقى موجود. وبعدين أي حد بيحاول ينال منك من خلال مواقع لابد انك تقف ورا ناديك. نعم. انت ما بتلعبش ما بتشجعش النادي الأهلي علشان بياخد بطولة، انت بتنتمي للنادي الاهلي بتشجع النادي الاهلي عشان نادي وطني، نادي بيمثلك، مش عشان خد بطوله او خسر بطوله. احنا لو هنقعد 100 سنه ما بناخدش بطولات. صحيح. المنافسين اللي حوالينا ما حدش منهم هيوصل لنصنا. انت عندك بطولات كتيره جدا، جمهورك لازم، الجمهور بتاعنا لابد يبقى واقف، والمواقع ديت يبقى فيها الرد المناسب عليهم بطريقتنا اللي فيها ادب وفيها اخلاق، ما فيهاش شتيمه، ما فيهاش سب، لا بالورقه والقلم. وانت عاوز تنال مني، طب انا واخد كاس عالم كم مره، واخد دوري كم مره، بالارقام اللي هي ما فيهاش نوع من المبالغه ولا فيها نوع من الاحباط. لابد جمهور النادي الاهلي عليه دور، مش التشجيع في المدرج بس، لا بره المدرج لابد يبقى فيه وقفه مهمه جدا. الجمهور عامل دوره زياده
واحنا دايما بنستلهم روحنا وكل شيء وطاقه اللاعبين. دايما كنتوا حضراتكم دايما تقولوا هذه الكلمه، انه طاقتنا بناخدها من جمهورنا الحقيقه. فعشان كده ان شاء الله بكره في هذه المباراه المهمه جدا جدا جدا، ولكنها لن تكون نهايه الدوري برضو، علشان يبقى الكل عارف مهما حدث بكره كسبنا لسه بدري، لا قدر الله تعادلنا او خسرنا لسه بدري، كل حاجه لسه بدري جدا يا كابتن. كان بيبقى في فرق 13 بونت، مش يعني انت حضرتوا الكلام ده، كان بيبقى في فرق 13 بونت، وبيتقال للعيبه في الدور الثاني الدوري بتاعنا صحيح، والروح دي عايزه المدير الفني مع المدير الكوره توصل للعيبه صحيح في كل تمرينه، في كل تمرينه. واللي بيتخاذل لا ملوش مكان، اللي بيتخاذل ومش قد مش قادر ان هو صحيح يعرف قيمة الفانيلا الحمراء يبقى يستنى، ويبقى فيه البديل، والبديل جاي إن شاء الله بكفاءة عالية إن شاء الله، ويبقى النادي الأهلي دايما سباق إنه مع المبادئ في بطولات وفي أداء بإذن الله تعالى إن شاء الله. أنا بشكرك جدا يا كابتن عادل على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن عادل طعيمة. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل أحمد ثابت وكريم سعيد في ضيافة البيت الكبير.